ممر الصين إلى القمر والمريخ. التنين الصيني من جديد قوة عالمية لكن بالفضاء، بعدما انتفض على الهيمنة الأمريكية والأوروبية على البر والجو والبحر، ها هو يتفرعن بالسيادة الفضائية والمجرية، محرجاً القوى العظمى المتمثلة في أمريكا وروسيا بمعجزة هندسية فذة احتاج تجميعها إلى 6 رواد فضاء خضعوا لما يزيد عن 6000 ساعة تدريب على مقاومة انعدام الجاذبية. مستقبل باهر ينتظر القصر السماوي الصيني، والهدف غزو الفضاء وحكم مجرات الكون، بل ومحو الوجود الأمريكي والروسي والأوروبي. العدو الذي طرد الصين من محطة الفضاء الدولية، قالوا: لا مكان لك بيننا، نحن معشر القوى العظمى، إذن سأحكم أرضكم وسماءكم، نجومكم وكونكم، سأبني أمة عظيمة للعلوم والتكنولوجيا. هكذا كان لسان حال الرئيس الصيني شي جينغ بينغ. لكن ما هو قصر الصين السماوي؟ وما الذي يمكن أن يحققه للصين؟ اشتركوا بالقناة وابقوا معنا لمعرفة المخطط الصيني لغزو الفضاء. المعجزة الصينية. تعد محطة الفضاء واحدة من جواهر التاج لبرنامج الفضاء الطموح في بكين، والذي هبط بمركبات روبوتية على المريخ والقمر، وجعل الصين الدولة الثالثة فقط التي تضع البشر في الفضاء وتبني محطة فضائية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ذلك على الرغم من ضعف خبرتها وحداثة عهدها في المجال الفضائي، فالصين لم يكن في تاريخها سوى أول مهمة فضائية مأهولة في عام 2003، إلا أنها تمكنت خلال 11 مهمة فقط وخلال فترة قياسية قدرت بحوالي 18 شهراً من تشييد وتشغيل محطتها الفضائية الدائمة تيانغونغ التي تعني القصر السماوي، على خلاف محطة الفضاء الدولية التي استغرق بناؤها أكثر من 10 سنوات و30 مهمة، حيث على مدار العامين الماضيين نجحت بكين في إرسال الأقسام المختلفة للمحطة الفضائية باستخدام أقوى صواريخها الصاروخ لونغ مارتش 5B القادر على نقل حمولة تصل إلى 22 طنا، كما ويبلغ قطره 5 أمتار ووزنه 849 طنا وطوله 54 مترا. ثم بالعودة إلى التاريخ، سنجد أن السبب وراء قرار الصين بإقامة قاعدة فضائية مأهولة خاصة بها يعود إلى استبعادها من الانضمام لمحطة الفضاء الدولية بقرار من واشنطن عام 2011، عندما منع البنتاغون تعاون الناسا مع بكين خوفا من التجسس عليها. على أي حال، كانت مهمة شانشتو 15 آخر مهمة صينية لإنشاء القصر السماوي، المتوقع أن يبقى على مدار منخفض على ارتفاع يتراوح بين 350 و390 كيلومترا، وتبلغ كتلة محطة تيانغونغ 90 طنا، أي حوالي ربع محطة الفضاء الدولية، لكنها تعتبر أيضا مماثلة في الحجم لمحطة مير التي بناها الاتحاد السوفيتي سابقا. وتحتوي المحطة الصينية التي جرى تجميعها على شكل حرف تي اللاتيني على ثلاث وحدات، وهي تباعا وحدة تيانخه الرئيسية ومعناها النهر السماوي، توفر أماكن معيشة لثلاثة أفراد وتمثل مركز التحكم والملاحة وأنظمة الطاقة والدعم والتوجيه، بينما في الطرف الأيسر ركبت وحدة وينتيان أي البحث عن الجنة، وهي بمثابة نسخة احتياطية للوحدة الأساسية، كما تعتبر وحدة مخبرية للباحثين لإجراء عدة تجارب منها انعدام الجاذبية وقياس آثار التعرض للأشعة الكونية. وطبعا الوحدة الأخيرة هي مينغ تيان وتعني حلم الجنة، صممت بغرض التجارب الفيزيائية المتطورة، خصوصا وأن الصين تهدف إلى إجراء أكثر من 30 مشروعا بحثيا في عدة مجالات فضائية. الغزو الفضائي. منذ طرد الصين من محطة الفضاء الدولية، لم تتوقف بكين عن تحدي هيمنة واشنطن، وبعد نجاحها في تحقيق مهمتها الصعبة ومعجزتها الفضائية الحاملة لاسم القصر السماوي، صارت آمال التنين الصيني في أن يحل محل محطة الفضاء الدولية المقرر إيقاف تشغيلها في عام 2031 بهدف تعزيز نفوذها الفضائي وغزو المجرات.
في منافسة واضحة لكبرى القوى العظمى أمثال أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي. طموحات الصين لا تقف هنا، فهي تبتغي أن تصير قوة فضائية رائدة، إذ إنها بحلول سنة 2030 تهدف إلى جمع عينات من الكويكبات القريبة من الأرض وإرسال مجسات لجمع عينات أخرى من المريخ والمشتري واستخراج المعادن الأرضية النادرة من سطح القمر، مثل ما هو متوقع بعد فتحها مجال صناعة الفضاء للشركات الخاصة واستثمارها لمليارات الدولارات. إلا أن هذا لا يمنع وجود مآرب أخرى لبكين بشكل أوضح، العسكرية منها والتجسسية. بالنهاية، هل تتوقع تفوق القصر السماوي الصيني على المحطة الفضائية الدولية؟